الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين والهدى المهديين وحجج الله على العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ذكرنا في الليلة الماضية مأساة النص الشرعي وكيف صار هذا النص الشرعي نهبا للعقول المنحطة وللجهل وللجهلاء، وكيف صار يرى أحكام الله برؤيا ضيقة، وكيف صارت تصدر الفتاوى من هنا وهناك اعتمادا إما على رؤية سياسية وإما على رؤية ناقصة أو جاهلة، وفي النتيجة المأساة تقع على الناس وعلى الأبرياء. عندما يتصدى الجهلاء الواجهة، وعندما يتحكم الجهلاء في الدين يتحول الدين إلى أكبر مشكلة تعاني منها الأمم. المشكلة أن قراءة النص الديني إذا تحولت إلى أيديولوجية خاصة ينتفع منها البعض فيريد أن يطوع الأحكام الشرعية، ويريد أن يحول الأحكام الشرعية كما يريد هو، لا أن يطوع نفسه تبعا للحكم، يكون الحكم تابعا له لا يكون هو تابعا لذلك الحكم. هناك تقع المأساة، هناك انتظروا المأساة. وهذا ما قاله أبو أيوب الأنصاري في الرواية التي يرويها الشيعة والسنة عندما كان على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يتوسل إلى الله برسوله الكريم، وإذا بشخص يجر رداءه، قال: أتناجي حجرا جمادا ميتا؟ أول ما قال الرجل نظر إليه قال: إني لا أناجي الحجر ولا أكلم الحجر، ولكني أناجي رسول الله، والقرآن يشهد بحياة رسول الله. الشاهد قال: إني سمعت رسول الله يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله. أنتم الجهلاء، أنت الآن من يتصدر قائمة من يقرأ النص ويحول النصوص الشرعية إلى أحكام، فتهدم قباب وتهدم قبور
ويطاح بالصالحين ويقتل الأبرياء وتستباح الدماء، كل ذلك تبعا للرؤية الناقصة. وقلنا في الليلة الماضية عندما يأتي إلى رواية معينة وهذه الرواية تتناسب وحيانيا، لاحظوا أخواني، وحيانيا أقصد أن اللغة فيها شيء من الوحيانية، ما أقصد الوحيانية الرسالية، لا، اللغة تعطيك شيء من الإيحاء، اللغة تعطيك شيء من الإيحاء، وحتى قال بهذا الأمر الآن دراسات حديثة تقول بأن اللغة فيها إيحاء معين، معنى قريب وبعيد، يأتي إلى هذا الإيحاء فيوهم الناس، يوهم الناس بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان، ويتصرف في الحكم الشرعي. بينما إذا جئت إلى رواية كان عليه لزاما أن يرى في الرواية هذه الرواية صالحة سندا، صالحة متنا، ما هي دلالاتها، هل تعارضها رواية أخرى؟ إذا كان التعارض متكافئ ينظر في هذه الرواية، هل هناك مؤيدات لها، وهكذا أمور وأصول كثيرة حتى يستنتج في النهاية الحكم الشرعي. ليست القضية قضية جزافية، وهذا ما وقعنا فيه في الطامة الكبرى في قضية معرفة الله وقضية التوحيد، حتى صارت مسألة وحدانية الله فد مسألة تباح بها دماء المسلمين معتمدين ومتكئين على شيء سموه الشرك، أنت مشرك ذاك كافر، وهكذا يلقون بالأحكام جزافا. ذكرنا البارحة أن الكفر الوارد في القرآن الكريم أو الشرك الوارد في القرآن الكريم لا يراد منه معنى واحد، وليس كل شرك هو خروج عن الدين، لأن هناك لدينا الشرك الجلي والشرك الخفي الوارد في الروايات، وليس كل كفر ورد في القرآن الكريم يعني الخروج عن ملة الإسلام. اللغة العربية تقول للشيء الكبير أو لأي ذنب معين قياسا بأنه معصية لله أو تستر على أحكام الله تلقي اللغة العربية هذه الكلمة، نقول هذا كفر، مسألة الكفر تعظيما للجريرة، هذا كفر، إذا فعلت كذا يعد كفرا، وهذا موجود في لغة العرب، والأحكام الواردة في لغة العرب على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول النياحة كفر أو النياحة شرك كما ذكرنا في الليلة الماضية، وكأنه هناك إلفات نظر إليها، إلفات نظر. هسه بغض النظر ما هي الدلالات في هذه الرواية، ولكن أطلقت هذه الألفاظ على بعض الأمور، إذن يجب أن يكون لدينا نظرة ثاقبة في تحديد معنى الكفر الذي يعني الخروج عن الإسلام والملة. لذلك لما نأتي إخواني، لما نأتي بصراحة إلى الأحكام، لما نأتي إلى تأريخ المسلمين، منع عجيب من تكفير المسلم للمسلم أو هتك حرمة المسلم، هذه كلها أحكام عامة طرحت، حرمة المسلم لا يجوز التجاوز عليها. لاحظوا إخواني، لما نأتي إلى أهل البيت صلوات الله عليهم، أمير المؤمنين كان يفتح مجال ويفتح الباب للسؤال، فيدخل على أمير المؤمنين جماعات تسأله، كان يبيح حتى لليهود يدخلون عليه ويسألوه أسئلة عجيبة، مع ذلك الإمام لا يكفر الناس. الإمام يقول بما أني تصدرت المسألة يجب أن نحل الناس معضلاتها ومشكلاتها. لاحظ هناك روح للنقاش والجدلية، لما تسمع في جدالات أو مناظرات الإمام الصادق صلوات الله عليه مع مجموعة من الزنادقة، الإمام ينظر إلى روح الإنسان. لما يأتيه رجل يوهم الناس، يضع قطعة من اللحم ويقول بعد أن خرجت منها الديدان، يقول أيها الناس أنا الذي خلقتها، أين ربكم؟ الآن رأيتم هذه القطعة، أنا وضعتها إلى أن عفنت وخرجت منها الديدان. أسلوب الإمام الصادق أسلوب علمي، هذا اللي جاي نقوله يا جماعة، تعالوا إلى الأسلوب العلمي، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله. كلمة السواء هي عبودية الله، كلمة السواء هي التوحيد، كلمة السواء لا أن يتحول التوحيد
ومسألة التوحيد إلى تقسيم الأمة وقتل الأمة بعضها للبعض. الإمام الصادق يقول لهذا الرجل: إذا كنت خالقها ومالكها أخبرنا بعدد الذكران من الإناث، أخبرنا. ثم إذا توجهت إلى جهة مرها أن تتوجه بالجهة الأخرى. لاحظ الأسلوب عند الإمام. لما يدخل أبو شاكر الديصاني على الإمام الصادق يسأله، يقول: يا ابن رسول الله، ماكو صانع لهذا الخلق، لا تقل أن هناك خالق. الإمام سأله سؤال، هذا اللي نقول، هؤلاء هم حقيقة معرفة الإسلام، وما وقعت الأمة في مهاو التهلكة إلا بعد أن ابتعدت عن أهل هذا البيت. لاحظ كيف يتكلم الإمام الصادق، يقول: لا صانع لهذا الخلق. الإمام يسأله: أنت صانع أم مصنوع؟ خب لا يستطيع أن يقول أنا صانع، لكنه ينكر أنه مصنوع. الإمام يقول له: الآن تصور أنك مصنوع، تصور أنك مخلوق، لو كنت مصنوعا. قال: بلى. قال: صف لي نفسك، لو أنت مصنوع وصف لي نفسك. ينظر الرجل، قال: طويل، عريض، عميق، كذا. إذن وأنت الآن ما هو أنت الآن؟ إذن أنت الآن تتمتع بهذه الأبعاد. يسكت، يقول: والله إنكم لا يقاس بكم أحد. هذا الأسلوب اللي يطرح، هذا أسلوب الإسلام. اليوم نقول: يا عالم، اليوم العالم بدأ يتحول نظرة العالم إلى هناك، إلى أن تكون هناك انطباعية عن الإسلام، نمطية. إخواني، إذا صارت نمطية الإسلام، نمطية التعصب والقتل، الناس تهرب من الإسلام. والله مئات السنين ما تتغير هذه النمطية، لأن تحتاج إلى وجود أجيال وأجيال تتسالم على روح الإسلام، فينقل الإسلام روحه الحقيقية إلى العالم، ثم تتغير هذه الانطباعية والنمطية. لاحظوا أحبتي، نحن، هذه مقدمة بسيطة، نحن جل الأمر هدمت هذه القبور تحت دعوى الشرك. هسه إن شاء الله هذه الروايات تناقش، كرواية ابن الهياج، ابن أبي الهياج، ورواية أخرى ما يقوله، هكذا يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تتخذوا قبري عيدا. رسول الله ينهى أن تتخذون قبري عيدا. ثم يضرب رسول الله المثال بأن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم، اتخذوها للعبودية واتخذوها للسجود. فهناك نهي، أناقش هذا الموضوع إن شاء الله، لكن دعونا نقول ما هي رؤيتنا أولا. لماذا نأتي إلى قبر سيد الشهداء؟ لماذا نأتي إلى قبر أمير المؤمنين؟ لماذا نأتي إلى قبر رسول الله الذي كان من المفروض أن يهدم مع القبور؟ كان من المفروض عندهم أن يهدم قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تحت أي دعوة؟ تحت دعوة التوحيد. لماذا نهدم قبرك يا رسول الله؟ لأننا نريد أن نعبد الله، لأننا نريد أن نوحد الله. ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تحكمون؟ لماذا نأتي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ جل الموضوع هذا هو الفارق الأساس، أننا نتخذهم شفعاء إلى الله. نقول نحن نعتقد بالشفاعة جريا على القرآن. هسه هم يقولون أكو آيات في القرآن تنفي الشفاعة ويتكلون عليها ويعتمدون عليها. لاحظ، القرآن الكريم ذكر الشفاعة، وكانت أقسام الكلام في القرآن الكريم على ما يقارب 7 أصناف. لما يطرح القرآن موضوعة الشفاعة يطرحها ب7 أصناف. تارة الآيات النافية للشفاعة لم تكن نافية لأصل الشفاعة، وإنما نافية لمعتقد الشفاعة فيها. إما أنها تنفي شفاعة الكفار، وإما أنها تنفي شفاعة الأصنام، وإما أنها تقول إنكم أيها المعتقدون بالشفاعة غير مؤهلين، لأنه لابد أن تكون الشفاعة واقعة في وجود المقتضي ورفع المانع. يعني إذا أراد الإنسان أن ينال الشفاعة من الله أن يرتفع عنه مانع
الامتناع، عدم الشفاعة، أن تكون مهيئ للشفاعة. هذا التهيئ للشفاعة يجب أن يجري على أصول معينة. لاحظ القرآن الكريم كيف يطرح هذه المسائل. لكن دعونا نقول أن هناك خلط في آيات الشفاعة، لأن الشفاعة في القرآن الكريم كانت على أقسام ثلاث. الشفاعة الأولى التي طرحها القرآن هي الشفاعة، لاحظوا إخواني، الشفاعة الأولى هي الشفاعة التكوينية. ماذا يعني الشفاعة التكوينية؟ أنا على وجه السرعة لأن وقتي محدد. الشفاعة التكوينية يعني أنه في هذا الكون لا مؤثر إلا الله. نعم أنتم ترون هناك علل ومعاليل وهناك أسباب ومسببات، لكن جميعها في النهاية ترجع إلى الله. لاحظوا إخواني، لما تنظرون إلى الحرارة والنور الموجود في الشمس، هذه الحرارة والنور في الشمس ليست في الأصل من قدرة الشمس واستقلالها، وإنما هي ممن أقدرها، ممن أعطاها. المؤثر الأخير والأول من؟ هو الله. بعد لا تجيب لي آية تتحدث عن الشفاعة التكوينية والآية التي تقول ما في شفيع، ماكو هناك شفيع إلا الله، وتقول هذه هي المقصود منها في الشفاعة. لاحظوا إخواني، لذلك كل شيء في هذا الكون مرده إلى الله عز وجل، كل الأسباب في هذا الكون مردها إلى الله عز وجل. المؤثر الحقيقي هو الله. الحرارة الموجودة في النار ليست من النار، وإنما من إقدار الله لها. لذلك لاحظوا، هذه النار المحرقة التي لا تنفك عنها حرارتها، في لحظة واحدة تسلب منها الحرارة في موقف، في لحظة واحدة. من الذي قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما؟ لماذا تتحول النار إلى برد وسلام؟ لماذا؟ من الذي جعل النار بردا وسلاما؟ لم يطفئ النار، لا، كان قادر رب العالمين على إطفاء النار. هذه النار يشعلون هذه النار الضخمة ولحظة واحدة تنطفئ النار، لكن الله لم يطفئها، وإنما سلبها معلولها، سلبها حرارتها حتى تكون آية للعالم أن المتصرف في هذا الكون من؟ من؟ هو الله. وإبراهيم الذي يدعوكم إلى الإيمان ويدعوكم إلى الله، يعني يدعوكم ليس إلى الإيمان بالظواهر الطبيعية، يدعوكم إلى خالق الظواهر، يدعوكم إلى الذي قدر الظواهر وقدر كل شيء وأعطاه القدرة. لاحظوا أحبتي، إذن ماذا، ما هي الآيات التي تتكلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس، طبعا هذا هو شعار القرآن، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كل ما ترونه فقير إلى الله. المتصرف الوحيد في الكون هو من؟ هو الله عز وجل. لاحظوا أحبتي الآية، إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. لاحظوا التدبير منين؟ من الله. يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يعني ليس هناك مؤثر في أمر، ليس هناك حرارة في شمس ولا نور في شمس ولا إرواء في ماء ولا 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 أي شيء، إلا من بعد من؟ إلا من بعد إذن الله. لاحظوا إخواني، إذن الآية لما تتكلم على أن الشفيع يعني المؤثر، أنتم أيها الشيعة ماذا تعتقدون؟ ماذا تعتقدون؟ إذا أنا ذهبت إلى قبر الحسين صلوات الله عليه واستشفعت به إلى الله عز وجل ونلت مرادي من الدعاء، المؤثر الأول والآخر في دعائي من؟ تعتقدون غير الله؟ ما نعتقد إلا الله عز وجل. فلاحظ الآية تقول ما من شفيع إلا من بعد إذنه، إذا رب العالمين هو الذي جعل هذه العلل وهذه الأسباب قادرة ومؤثرة في هذا الكون. على وجه السرعة بعد ما أقدر شوي الوقت يضيع،
إذا لاحظوا الآيات التي تتكلم في الشفاعة التكوينية، بعد لا تجيب ليها وتقول لي هذه هي الشفاعة الاصطلاحية، ماكو شفاعة، لأن القرآن يقول ما من شفيع. يا أخي هذه آيات ليس مورد الاحتجاج فيها هنا، هذه آيات جاي تتكلم على أن المؤثر الحقيقي في الكون من؟ هو الله عز وجل. الشفاعة الأخرى هي الشفاعة القيادية. ماذا تعني الشفاعة القيادية؟ يعني أن الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين والكتب المنزلة هذه كلها تقوم مقام الشفيع. لماذا؟ لأنها تنجي الإنسان من عواقب أعماله، تهديه إلى الصراط، تهديه إلى الحق، فيكون مقامها مقام الشفيع. تكون ومورد هذه الشفاعة في الدنيا، الله يبعث الأنبياء والأولياء والرسل وهكذا والكتب المنزلة في الدنيا، الإنسان تبعا لهذه الأوامر الصادرة من الله، فإنه يصون نفسه من عواقب أفعاله. لذلك سميت بماذا؟ سميت بأنها شفيع. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم، وين أروح؟ فتمسكوا بالقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق. إذا تمسكتم بالقرآن، من جعله أمام عينيه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. إذا تقوم هذه، هؤلاء يقومون مقام الشفيع. لذلك ماذا يقول القرآن؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إخواني فدوى مع ضيق الوقت، تأملوا للآيات الكريمة. هذه الآية جاي تتكلم في أن بعض الناس أنذرهم لأنهم يعتقدون ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذه الآية ما جاي تنفي الشفاعة، بل تقر أنهم يعتقدون أن الله عز وجل هو الشفيع، هو المخلص لهم من النار. كيف يخلصهم؟ ببعثة الأنبياء والرسل. إذن لا يمكن أن تأخذ هذه الآيات تقول نفت الشفاعة وتأتي بها ثم تريد أن تحتج علي في مورد إثبات الشفاعة تقول لا شفاعة، ليس هناك شفاعة. افهم الآية ومقصد الآية بعد ذلك تكلم. لاحظوا ماذا يقول: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذه الشفاعة حتى على وجه السرعة، هذه الشفاعة القيادية. ثم نأتي إلى الشفاعة الاصطلاحية والتي هي مورد الخلاف. وعلى فكرة أخواني، ليست الشيعة من يعتقد بالشفاعة الاصطلاحية، مو احنا اللي نعتقد فيها فقط، عموم المسلمين يعتقدون بها، إلا شرذمة ضالة. لكن هذه الشرذمة تصدرت الإعلام وتصدرت الأموال وصارت هي الحاكية باسم الإسلام اليوم، وهي المتصرفة بدماء المسلمين. الشفاعة الاصطلاحية في القرآن الكريم يعني أن هناك مجموعة من الأولياء من الصالحين، نحن نتخذهم نتقرب بهم إلى الله. طريقة الشفاعة عندهم هي بدعائهم لنا، أنهم يدعون لنا. لاحظوا أخواني، يعني أنك تأتي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتطلب منه، رسول الله هنا يدعو لك وتقضى حاجتك في الدنيا أو في الآخرة. المورد الوحيد، مورد الإشكال شنو؟ مورد الإشكال إما أن رسول الله يسمع أو لا يسمع. أنتم تقولون تأتون إلى القبور وهؤلاء موتى، هؤلاء اللي في القبور موتى ما يسمعون، كيف تأتي إلى قبر رسول الله؟ كيف تأتي إلى قبر علي؟ كيف تأتي إلى قبر الحسين؟ مورد الإشكال أنهم يسمعون لو ما يسمعون، أحياء لو أموات. هم قالوا بأنهم أموات ولا يسمعون، اعتمادا على
آيتين إنك لا تسمع كما يقول القرآن، لا تسمع أهل القبور هؤلاء الموتى، إنك لا تسمع الموتى، الموتى لا يسمعون. الآية جاية تقول بأن الموتى لا يسمعون، لاحظوا، وإذا كان هؤلاء الموتى لا يسمعون بحسب ما ذكر القرآن الكريم، فلماذا تتوسلون إليهم ولماذا تأتون إلى قبورهم؟ لذلك دعونا نقول إن مورد الاختلاف ليس هنا، نحن نقول أنهم يسمعون، أن رسول الله يسمع والأموات يسمعون، وسماعهم بحسب ما ذكر القرآن الكريم. أولا يا إخواني، الموتى إذا ثبت أنهم يسمعون وأنهم يعلمون وأن لهم نوع من أنواع الحياة، ماذا ستقولون إذا كان القرآن ينطق مرارا بأن الموتى يسمعون وأن الموتى يدركون ما يجول حولهم؟ ماذا ستقولون؟ من أين جئتم بفكرة أن الموتى لا يسمعون؟ إنك لا تسمع الموتى، هل هو هذا موردها؟ هل هو هذا موردها؟ هناك مجموعة من الآيات تضربها عرض الجدار وتتمسك لي بآية بظاهرها، وهذه الآية ما جاي تتكلم عن أصل السمع، وإنما تتكلم عن الهداية. هؤلاء أهل القبور ليس لا يهتدون. لاحظوا، دعوني أن أسطر بعض الآيات أو أتلو بعض الآيات مع ضيق الوقت. أن الموتى يسمعون أم لا يسمعون، أن الموتى يدركون أم لا يدركون. أولا كلنا نحفظ هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل إلى الآن لا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. إلى الآن ثبت لديك أنهم ليسوا أموات؟ لو ما ثبت يا أخي، القرآن جاء يقول ولا تحسبن، ولا تحسبن مع وجود توكيد في الفعل المضارع، لا تظنن، الحسب يعني ظن. القرآن يقول لا تظنن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله شنو؟ أمواتا. ثبت أنهم أحياء؟ لا، ما ثبت بعده، ما يثبت عندهم بهذه الآية. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. فرحين، الله يثبت لهم الفرح ويثبت لهم الاستبشار ويثبت لهم الرزق ويقول ولا تحسب بأنهم أموات. هذه الآية تثبت لك حياتهم لو ما تثبت؟ هذه الآية مع ما فيها من مضامين واضحة، إنك لا تسمع الموتى، لكن لاحظ في هذه الآية جاي تقول إن الذين يقتلون في سبيل الله لهم حياة ولهم رزق ويفرحون ويستبشرون. هذه الآية الآن فهمتها أم لم تفهمها؟ أنت يا من تتصدر أحكام المسلمين، تفهم هذه الآية ولا ما تفهم؟ لاحظ، الذين يقتلون في سبيل الله، الله يثبت لهم الحياة بمرة ومرتين وثلاثة. لاحظ الآية الأخرى، آية الأخرى اللي جاي تتكلم عن الموتى، أنهم يسمعون أو لا يسمعون. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ القرآن جاي يقول لرسول الله أننا نأتي بك شهيدا على هذه الأمة وأنك شاهدها. شهيد، ارجعوا للغة، الشاهد هو الحاضر، أي أنك حاضر على هذه الأمة وإن أعمالهم كلها حاضرة عندك. إذا الرسول الله حي أم ميت؟ بهذه الآية حي أم ميت؟ لاحظوا من الآيات الأخرى،
أيضا آية أخرى واضحة تثبت الحياة مو للذين قتلوا في سبيل الله، مو للمؤمنين، مطلق الناس، مطلق الناس لهم نوع من أنواع الحياة. هسه هاي الحياة شلون راح تكون؟ مو شغل وشغلك، لكن لهم إدراك، يستطيعون أن يفهموا ويعوا ما يجري حولهم. لاحظوا الآية الكريمة ماذا تقول. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي، إخواني وياي، ربي ارجعون. إذا جاء أحدهم الموت، وقع الموت، مات وانتهى، ماذا يقول؟ قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقع عليه الموت، ولكن هذا الميت ماذا يقول؟ ربي ارجعون، رجعني يا ربي. كيف يقول ربي ارجعون؟ ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. القرآن يقول هو مات وانتهى الموضوع، ولكنه يطلب الرجوع إلى الحياة، يطلب الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى. إذن حي أم له حياة، له إدراك أم ليس له إدراك؟ لاحظوا من الآيات الأخرى، القرآن يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآن هم في عالم البرزخ يتعرضون إلى النار والعذاب، كيف يعذبون إذا كانوا أموات ولا يدركون؟ كيف يعذبون؟ لاحظوا من الآيات الأخرى، قيل ادخل الجنة لأنه مات وانتهى، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليت قومي يعلمون، كيف يقول؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. من المكرمين، مع العلم أنه مات وأدخل الجنة. إذن يدرك أم لا يدرك؟ إذن لماذا تتمسكون بآية واحدة وتتركون هذه الآيات كلها تتكلم وتقول إن الموتى يسمعون، إن الموتى يدركون، وأن تلك الآية يجب أن توجه توجيه صحيح، مو التوجيه اللي أنتم تبتغونه، مو التوجيه اللي أنتم تريدونه. افهموا حقيقة ما يطرحه القرآن الكريم، افهموا حقيقة ما يقوله القرآن الكريم. نحن لما نأتي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله، نعتقد أنه أعظم أولياء الله، نعتقد أن المتصرف الأول والآخر إلى الله، ولكنه الطريق إلى الله، ولكنه مورد استجابة الدعاء. القرآن هو اللي يحولنا إلى رسول الله، هو اللي يقول تعالوا إلى رسول الله حتى يستشفع لكم ويتشفع لكم. القرآن لما يتكلم عن أولاد يعقوب ماذا قالوا؟ يا أبت استغفر لنا، خل ادعونا، استغفر لنا. ماذا قال لهم يعقوب؟ قال سأستغفر لكم ربي. القرآن يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك إلى رسول الله، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، رسول الله يستغفر لكم. القرآن يعطي مشروعية أن يستغفر لكم رسول الله. بعد ويعاتب الذين يرفضون استغفار رسول الله. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، تعالوا خلوا رسول الله يستغفر لكم. إذن لاحظوا أحبتي، لاحظوا مسألة التوحيد. والله العظيم ليس الموضوع قراءة للنص، وإنما كذبة طرحت، هذه كذبة طرحت وحاولوا فيها أطماع معينة، ولكن للأسف لما تأتي أجيال وتصدق تلك الكذبة، وتأتي أجيال وتعتقد تلك الكذبة، وتوقف إدراك عقولها لكتاب الله ولأحكام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، توقف عقولها عن فهم الحقيقة. القرآن يتكلم في الشفاعة،
القرآن يتكلم في أن هؤلاء أولياء صالحون، القرآن يقول تعالوا إليهم، القرآن يقول طريق قبول دعائكم لابد أن تأتوا بمن هو قريب إلى الله يقربكم إلى الله. التقرب إلى القريب هو قرب من الله، التقرب بأصحاب معرفة الله، التقرب بالأولياء والصالحين هو تقرب إلى الله. ثم بعد ذلك ارجعوا إلى سيرة أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله كانوا يفعلون هذا الفعل أم لا يفعلونه؟ كان يأتون إلى قبر رسول الله أم لا يأتون؟ كانوا يتشفعون به أم لا يتشفعون؟ الرواية التي يذكرها في صحيح البخاري يقول كان هناك قحط إذا مس الناس القحط قال كنا نتشفع برسول الله. الآن رسول الله ما موجود معنا، فكان يتشفع بعم رسول الله، هكذا فعلوا حتى أصحاب رسول الله. أنت تجري على من؟ إما أن تتبع سيرتهم، وهذه سيرتهم، كانوا يتشفعون، كان يتشفعون. الرواية المروية عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يأتي لعثمان بن عفان حتى يقضي حاجته، فكانوا يمنعونه من الدخول عليه، فأشار عليه عثمان بن حنيف قال اذهب إلى القبر وتوضأ وصلي وادعو الله هناك أن يقضي حاجتك. يقول وفعلها فأذن له بالدخول وقضى حاجته. لما خرج قال كان ذلك بفضل ما أخبرتني، قال بل كان ذلك بفضل رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذه روايات تقول أن أصحاب رسول الله كانوا يتشفعون وكانوا يتقربون إلى الله بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلماذا تهدم هذه القبور؟ لماذا تطرح هذه الأحكام مخالفة لما أراد الله؟ في النتيجة هذا اللي وقع، هذا ما جرى على أمة المسلمين، هذه هي الطامة الكبرى التي وقعت، وهدمت قبورهم صلوات الله عليه، وصرنا نواجه هؤلاء، نواجه الموت ونواجه الفكر المنحط المتسافل، الفكر المتسافل اللي يخالف حتى فطرة البشر. أخواني أحكام الله تتناسب حتى مع فطرة البشر، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الإسلام يجد المقبولية لأنه دين إنساني يحترم حتى عاطفة الإنسان، يحترم حتى عاطفته. إذا فقد الإنسان فقيد يقيم له قبر حتى يعرف ذكراه ويجلس عنده ويبكيه ويتذكره ويأنس ثم يتذكر الموت. لما تأتي إلى المقابر ماذا تتذكرون إخواني؟ لدينا حتى دعاء إذا زرنا المقابر ماذا نقول؟ يا أهل لا إله إلا الله، لأنك إذا رأيت القبور تذكرت الموت، عرفت حقيقة الدنيا وزوال الدنيا. زيارة القبور تذكر الآخرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زيارة القبور تعطيك درس عملي بفناء الدنيا. لماذا تحرمون زيارتها مع وجود هذا الكم الهائل من النصوص، مع أن القرآن أيضا تكلم عنها؟ إذن ما الذي نواجهه نحن؟ نواجه الجهلاء والمتعصبين والذين غرروا وغيروا أحكام الله، مع العلم أنها أحكام تتناسب مع فطرة الإنسان، تتناسب مع روح الإنسان. والله ما تجد، والله العلي العظيم ما تجد أحد في هذه الدنيا فهم حقيقة مراد الله بعد رسول الله إلا أهل بيته، إلا علي وفاطمة وأولادهم.
هم الذين أعطوا ترجمان حقيقي وتطبيق حقيقي لأخلاق وسلوك وأحكام القرآن الكريم. ولأن القضية نحن الشيعة لأننا نحترم قبورهم ونحترم أولياءنا، كانت القضية بهدم القبور، بهدم القبور. القضية هي البغض لأهل البيت، البغض لعلي أمير المؤمنين، البغض لأولاد علي. لاحظ كيف فعلوا. علي بن أبي طالب واجه خصوم، بالله عليك حتى أدخل بعد في المصيبة، علي بن أبي طالب في واقعة الجمل ووقعت المعركة هنا في منطقة الزبير الآن تسمى، شايفين هالخطوة، هنا وقعت المعركة وأمير المؤمنين يعلن الانتصار في المعركة، انتصر الجيش، صار عنده زهو الانتصار. يا أبا الحسن خلينا ندخل البصرة، ما بيننا وبين البصرة إلا أميال معدودة، وهؤلاء أعداء وهؤلاء حزموا الناس وحزبوا الناس وجاءوا بهم لضربك يا أمير المؤمنين، والآن انتصرنا خلينا ندخل أسوار البصرة. ماذا قال أمير المؤمنين؟ قال لا يا عمي، احنا عندنا زهو الانتصار وروحية، أصبح عندنا حماس أقوى. الإمام قال لا، اتركوهم حتى يأتي ذووهم ويأخذوا قتلاهم فيغسلوهم ويكفنوهم ويدفنوهم ويقيموا عليهم العزاء ثلاثا. ليش يا أبا الحسن؟ قال نعم، أعدائنا هؤلاء إخوان بغوا علينا، لكن ما نستطيع أن نسلب عنهم الإنسانية. كل إنسان الآن عنده عاطفة تجاه قتيلة، تردون تمنعون الناس عواطف الناس؟ اسمحوا لهم أن يأخذوا القتلى، يغسلونهم، يكفنونهم، يبكون عليهم. لا نستطيع أن نواجه عواطف الناس، لأن هذه العواطف فطرية. عداءنا مو مع هذا، عداءنا مع من قاتلنا، انتهى الموضوع. وكفهم أمير المؤمنين صلوات الله عليهم. والأكثر من ذلك، يأتي إلى بعض القتلى، يأتي إلى بعض القتلى، يقول يضع أمير المؤمنين يده على ظهر أحدهم فيجلسه، يقعده وهو يبكي، الإمام يبكي، يبكي، يقول عزيز علي أبا محمد أراك قتيلا بين القتلى. بعضهم يقول له يا أمير المؤمنين ليش هو يسمعك؟ قال ما أنت بأسمع منه. قال إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، كقضية القليب في معركة بدر. رسول الله ألقى بهؤلاء المشركين بعد قتلهم وقال لهم يا أهل القليب إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ والإمام يبكي حتى على عدوه، لأن الإمام إنسان، لأن الإمام أعطانا صورة الإنسان الحقيقي. لكن الطامة الكبرى لما يقتل الحسين صلوات الله عليه، لما يقتل أئمة الهدى أبناء الحسين صلوات الله عليه، وتارة إنسان يقتلوه ويحملوه حمالون، يحملونه ويحاولوا إهانة هذا الجسد الشريف وهذه هذا النعش لحم. كل أهل البيت حاولوا بعد قتلهم، حاولوا التستر عليهم وهتك حرماتهم، لأنهم بعد مصارعهم تتحول قبورهم، تتحول إلى منار، إلى شعلة، إلى هداية. قتلوا الحسين ثم أمروا 10 من الخيالة، أبدلت لها نعالاتها، ثم جالوا وصالوا بها على صدر وجسد الحسين. بعضهم يقول كانت أضلاع الحسين تتكسر كتكسر الأباريق. وأمام من؟ أمام أهل بيته. بعد ذلك قتل الحسين، أحرق الخيام، ضجت العيال يمين وشمال، وبعضهم مات تحت حوافر الخيل.
ثم يجن الليل على زينب والخيام محرقة والأيتام كانت تلوذ بزينب، هذه يتاماكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي بنسائي أصواتها بحت وهن نوائح. يا أبا عبد الله يندبن قتلاهن بالإيماء، يا أبا عبد الله خويا علي عينا علي خويا والقاع هيمة هيمة يا خويا وما خلت النعداك خيمة يا أبو علي يا ابن أمي يا ابن أمي يا ابن أمي. بعد ذلك ساروا بالنساء أخذوهن سبايا وخرجت بنات رسول الله سبايا زينب تمر على جسد الحسين. خويا وداعت الله رحنا عنك خويا بحسرة ولا قضينا لا قضينا وداع منك يا ابن امي يا ابن امي يا ابن امي. الى ان جاءوا بالنساء وساروا بالنساء في طريق السبايا بنات الرسالة عيونهم إلى رأس الحسين فزت صايا فزت عين شمر بصوت حسرتها والله يجي يركض بيد الصوت يركض شتم اخوته والله شتم اخوتها. شلون اقول هالكلمة؟ والله شتم اخوتها من كثر الطاق مزق عبايتها عبايتها. صاحت يا ملعون اتركني من كثر الطاق ورمتني. زينب بنت علي بنت علي هذه بنت علي صارت تركض يمين شمال كل هذا أمام زينب ليل نهار تتذكر. لذلك لما مرت من قريب جسد الحسين لما مرت من على جسد العباس تقل أخويا قوم لي أنا يا شهم خويا قوم لي أنا يا شهيم خويا ماكو بر فارغ وهيما وين ما أركض زلم خويا ماكو بر فارغ وهيما
ماكو بر فارغ وهيما وين أنا وين ما أركض زليم. لكن زينب تعاتب جسد العباس أبيات الدعاء فقط فقط تعاتب جسد العباس تقل يا نايم يا نايم يا نايم يا خويا خويا يا نايم بنوم العوافي خويا ليش على هالترضان غافي خويا قوم قوم خويا قوم وافي يا ابن امي خويا تعتبين يا زينب يا زينب يا زينب خويا تعتبين يا زينب علي انا وين راسي يا اخويا خويا انا وين راسي وين ديه.